بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألتنا النهاردة مسألة جميلة اسمها جود نمبر. المسألة بكل بساطة بيقول لك انه هيديك مجموعة ارقام، عاوزك تشوف مجموعة الارقام ديت في الرينج المحدد ولا لا. مش فاهمين؟ هقول لك، هاخد اول انبوت واشرح لك عليه عشان تفهم بشكل افضل. دلوقتي هيديك اول حاجة رقمين، اللي هو عدد الارقام. اول رقم اللي هو 10 ده كم رقم هيدخله لك؟ لو عديت دول هتلاقيهم 10 ارقام. حلو، اذا اول رقم ده عدد الارقام اللي بيدخلها لك. طب تاني رقم ده الرينج بتاعك، اللي هو الرقم ده كل رقم لازم يكون مكون من الرينج ده، يعني 6 هتبدا من الزيرو لغايه 6، يعني ممكن يبقى 0 1 2 3 4 5 6. اذا بتبدا من الزيرو لغايه ايه؟ لغايه الست، لغايه الرقم اللي هو مديهولك. اذا انت خدت الرينج اهو، الارقام اللي هو مديها لك لازم كلها تكون في الرينج ده، يعني مكونه من الايه؟ الارقام دي. لو بصيت لده هتلاقيه فعلا ما فيش رقم منه طالع عن الارقام دي، كلهم كده هتطبع ايه؟ هتطبع عددهم اللي هم 10 ارقام، اللي هم ال 10 ارقام بتوعك كلهم في الرينج اللي انت عاوزه. طب لو جينا هنا هاخد دي اهي كوبي ونشوف، كنترول A كنترول V. تمام، عندك رقمين اهم، تمام، والرينج بتاعك المفروض هيكون 0 و 1. حلو، ده 1 ده 0 و 1. انا قلت لك وخلي بالك الرقم بتاعك لازم يكون فيه الرينج كله، فاهمني؟ يعني ازاي؟ يعني ده واحد، ايوه هو موجود في الرينج بس مش بيحتوي على الرينج كله، على الارقام كلها، لازم يكون بيحتوي على الارقام كلها، لازم تكون دي 0 1 او 1 و0. تمام؟ اذا مش عشان هو رقم ايه؟ رقم واحد وفي في الرينج ده اللي هو رقم واحد، ايوه تمام هو متطبق عليه الشروط بس لازم يكون فيه كل الايه؟ كل الارقام. يعني دي لو اتنين، دي لو اتنين وجينا نطبق، طبعا الرينج 0 1 2 لازم كل رقم يكون بيحتوي على ايه؟ على كل الارقام ديت، مش لازم مترتب، يعني ممكن يديك 2 1 0، ممكن 0 1 2، ممكن 1 0 2، دي كلها تنفع. لكن واحد هو واحد اه موجود بس ما فيهوش كل الارقام، 1 0 اه هم موجودين بس ما فيهمش كل الارقام، فدول ما ينفعوش، دول اللي ينفعوا. فعشان كده اللي كان عندنا اهو 2 1 قلنا الرينج بتاعنا 0 1، نيجي نشوف ديت اه موجوده بس ما انطبقش عليها كل الارقام مش موجوده، فدي ما تنفعش، دي تنفع لانها 0 1 فيها كل الارقام، فهو رقم واحد اللي انطبق عليه فطبع ايه؟ فطبع واحد. جميل؟ جميل. قبل ما نكمل او نروح على الكود، انا عاوز اقول لك بس فكره المساله هتبقى ايه؟ بص معايا، انا لو خدت اول اكزامبل، طبعا انا كل ده رقم وده رقم وده رقم، كل واحد رقم منهم، تمام؟ فانا اللي هعمله على رقم واحد هعمله على باقي الايه؟ الارقام. انا هعمل ايه؟ انا اول حاجه مديني 6، ده الرينج بتاعي اللي هو من 0 1 2 3 4 5 6، تمام؟ همسك الرقم ده، همسك الرقم بتاعي اشوفه هل هو بيكونتين 0؟ لو بيكونتين 0 هعمل كاونتر يعد، او كاونتر ده ايكوال 0 في الاول. فانا هروح، هل ده بيكونتين 0؟ ايوه، اذا هزود الزيرو 1، تمام. هل الرقم ده بيكونتين ال1؟ ايوه، اذا كده 2. هل الرقم ده بيكونتين ال2؟ ايوه، يبقى 3. هل الرقم ده بيكونتين 3؟ ايوه، يبقى دي 4. هل الرقم ده بيكونتين ال4؟ ايوه، يبقى دي 5. هل الرقم ده بيكونتين ال5؟ ايوه، بقت 6. هل الرقم ده بيكونتين الستة؟ ايوه، بقت ايه؟ بقت 7. تمام، يعني كل اللي بعمله بشوف الرقم بتاع الرقم اللي هو مديهولي بيكونتين كل الارقام دي ولا لا، باخد كل رقم واشوف هل الرقم ده بيحتوي على كل رقم من ده ولا لا. لو بيحتوي، اذا لو بيحتوي الكاونتر لازم يكون 7، اللي هو ايه؟ اللي هو السايز بتاع ده، مش السايز، اللي هو السايز بتاع ده، دول 7 ارقام، يعني دول على بعضهم 7 ارقام من 0 ل 6، انت بادئ من 0 فدول 7 ارقام. فلو الكاونتر طلع السايز بتاعه
اللي هو 7 اللي هي المفروض 6 زائد 1. ليه 6 زائد 1؟ لان هو بادئ من الزيرو، هما 6 ارقام من الواحد لغايه الستة، والزيرو كده 7 ارقام. لو الكاونتر بيساوي 7 اذا الرقم ده معايا. بس هي دي فكره مساله، وكل رقم هعمل نفس الفكره عليه. لو رحنا جبنا اهو جود نمبر ورحنا نعمل ايه؟ فايل نيو سورس فايل، تمام اهو. خليني اخد دي اهي، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هستقبل انت سايز، عدد الارقام اللي هيديها لي، وفي كمان رينج. وخلينا نعمل كمان الكاونتر بتاعنا ايكوال دي، هقول له سي ان السايز والايه والرينج بتاعي. في مشكله؟ مفيش مشكله، همشي فور لوب عشان كل مره اهو. بص كل مره 10 ارقام و6، فانا همشي 10 مرات عشان في كل مره استقبل ايه الرقم بتاعي. فانا هقول له فور انت اي ايكوال 0 اي اقل من السايز اي بلس بلس. كده هو هيمشي من اول الزيرو لغايه السايز. لو السايز 10 اذا هيمشي لغايه التسعة. العشرة مش معايا، ليه العشرة مش معايا؟ لان الاي بعشرة، لما تكون بعشرة هل العشرة اقل من السايز اللي هي 10؟ ما هو مديني الايه السايز ده بيدولي بعشرة، فهل العشرة اقل من العشرة؟ لا طبعا، فالعشرة مش معايا. فهمشي من 0 ل 9، من 0 ل 9 اللي هم 10 مرات اهو. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اهو، دول 9. وعشان بدأ من 0 كده ده ايه 10 ارقام. ممكن واحد يبدا من واحد ويقول لك اقل من او تساوي السايز، مفيش مشكله. اذا هبدا من الواحد وهمشي المره لغايه 10، لان الاي لما تكون ب 10 ال 10 اقل من او تساوي 10، فال 10 معايا. حلو حلو. نيجي نشوف هنعمل ايه. كل مره بستقبل ايه نم، هقول له انت نم سي ان نم، تمام. في مشكله؟ مفيش مشكله، تمام. احنا قلنا ايه معانا النم اهو، وليكن اللي هو الرقم ده اه، مش الرقم ده، ايوه. والرينج معانا 6، حلو. اذا ده النم، والرينج خلي الرينج ايه، الرينج 6، تمام. فانا هعمل فور لوب. ليه؟ هقول له انت اي ايكوال 0 واي اقل من او تساوي الرينج والاي بلس بلس. طبعا غير الاي خليها زد، لان الاي مستخدمينها فوق، تمام. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا عملت فور لوب بالرينج بتاعي، بيبدا من الزيرو لغايه الرينج. كده هو هيلف لفات من 0 1 2 3 4 5 6، صح ولا غلط؟ وده اللي احنا عاوزينه، اللي هو ايه؟ الرينج بتاعنا، تمام. الرقم بتاعنا اهو، هنبدا نشوف الرقم بتاعنا ده بيحتوي على كل رقم من ده ولا لا. تمام، هقول له ايه؟ عندي فانكشن اسمها اف. اف ايه بقى؟ خلي النم ده اللي انا ايه هستقبله خليه سترينج، هنخليه ايه سترينج، عشان عندي فانكشن في السترنج اسمها ايه؟ باخد السترنج اللي هو الرقم، الرقم بتاعي انا مخزنه على هيئه ايه؟ على هيئه سترنج. هقول له نم دوت فايند، تمام. فايند ايه؟ فايند، واقول له هنا ايه؟ اقول له هنا زيرو. بس هنا ممكن ما يقبلش، هنا ممكن ما يقبلش لانه محتاج ايه سترنج. خلينا نكمل كده ايه؟ نم دوت فايند زيرو. لو لقيت في النم بتاعي ده، طبعا ده ايه؟ ده سترينج، تمام. لو لقيت فيه الزيرو دي ليها ايه؟ اللي هي الزد، فانا هقول له الزد، لانه لما يلف على الزيرو مره فيتشك على النم بتاعي هل بيحتوي على الزيرو ولا لا. تاني لفه الزد هتكون بواحد، فيتشك هل الرقم ده بيحتوي على الواحد ولا لا، فانا خليتها ايه؟ الزد. عندنا عشان نتشك هقول له نوت ايكوال، عندنا حاجه اسمها سترينج دوت، عندنا حاجه اسمها ايه؟ ان بي او اس. كده عشان تتشيك هل السترنج بتاعك بيحتوي على زد ولا لا، ولازم نوت ايكوال عشان يتشيك انها موجوده ولا لا. لو هي مش نوت ايكوال اذا هي موجوده. يعني الكونديشن ده عشان لو محدش فاهمه، هنا بكل بساطه ده النم بتاعك السترنج، عندنا فانكشن في النم اسمها فايند عشان تتشيك هل هي بتحتوي على الحاجه اللي انت عاوزها ولا لا، الزيرو وال1 وال2 وال3 في كل لفه. لازم تقول له نوت ايكوال السترنج دوت ان بي او اس عشان يقدر يشوف هل هي موجوده ولا لا. لو هي، لو الكونديشن ده
اتحقق ومش بيساوي بعض اذا هو موجود. فهعمل ايه؟ هعمل هنا خلينا هنا نعمل ايه انت وليكن كاونتر. لا هنعمل كاونتر فوق مره هنعمل انت خلي ديت ريزلت تمام ونعمل هنا انت كاونت ايكوال ايه ايكوال زيرو تمام. فيقول لي ايه هقول له هنا كاونتر بلس بلس حلو كده. الفور دي لما يخشها هيخش يتشك على النم بتاعي على كل رقم من ده. فلو لقى كل الارقام دي موجوده اذا الكاونتر ده هيبقى بكام؟ هيبقى بسبعه. فانا بعد ما يخلص فور اقول له ايه؟ اقول له اف والله لو الكاونتر بتاعي ايكوال ايكوال انا عاوز يساوي سبعه. السبعه دي هي ايه؟ اللي هي الرينج بتاعي اللي هي 6 زائد 1 لانه بيبدا من الصفر فهزود على الرينج 1 هقول له ايكوال ايكوال رينج بلس 1. لو الاثنين دول تساوم اذا الرقم اللي كان هنا ودخل جوه الفور معايا فهزود بقى الريزلت بتاعتي هقول الرقم ده تمام معايا ريزلت بلس بلس. وفي الاخر بعد ما يخلص الفور خالص هيرجع المفروض بعد ما يخلص ديت هيرجع تاني لاول فور خالص ياخد ايه؟ ياخد رقم جديد اهو ويخش برضه يتشيك عليه والكاونتر لو بسبعه هيخش هنا ايه؟ يلاقي الكاونتر بيساوي رينج زائد 1 اللي هي السبعه فيزوده. طب افرض الكاونتر مثلا بايه؟ بخمسه. اذا معنى كده انه لقى خمس ارقام من دول موجودين في هنا بس ما لقاش كل الارقام فمش هيلاقي ديت بيساوي بعض فمش هيزود الريزلت. هنا بيخش بس لو الكاونتر اللي بتشيك على الارقام بيساوي رينج زائد 1 اذا كل الارقام موجوده فيقول الرقم ده معايا فيزود الريزلت بلس بلس. في الاخر اقول له سي اوت ايه؟ ريزلت. لو جينا نرن ممكن يطلع لنا ايرور؟ لا ما طلع لناش. تعالى كده ناخد دي اهي كوبي ونشوف اهي قال لك صفر قال لك ايه صفر مفيش ولا رقم. ده هتلاقيه بكل بساطه بسبب ان هنا ممكن هنا عاوز يخلي الزيد ديت مش انتجر يخليها سترينج. خلينا نعمل كده بلس دبل كوتيشن خلينا نجرب تمام. انا هنا عملت زد بلس دبل كوتيشن عشان اخليها سترنج لانك الزد لوحدها انتجر. الزد لوحدها ايه؟ دي الزد لوحدها انتجر. انت المفروض لما بتيجي تقارن في السترنج بتقارن سترنج بسترنج فانا خليتها بلس دبل كوتيشن عشان يعتبر ديت كونكاتينيشن. لو حد خد الكونكاتينيشن كده دي يعتبرها ايه؟ يعتبرها سترنج. كنترول ايه كنترول سي ونيجي نعمل سبميت للكود كده ونشوف كان اسمها ايه اس تمام كنترول في سبميت ان كيو اهي نعمل ريلود مره ثانيه. ايه ده رونج انسر رونج انسر في اول واحده تمام. هو هنا مش ايه يعني احنا لما تستينا لما عملنا تيست اهو خلينا نعمل تيست مره ثانيه اهو خلينا نروح نعمل تيست مره كمان اهو هاخد دي كوبي اهي طلع لي 10 اهي تمام. طب ما احنا برضو لو رحنا على الماي سبمشن ماي سبمشن بتاعتنا ورحنا هنا نفس الكود اهو بس هنا بيقول لك ايه؟ لا زيرو تمام. تعالوا كده نشوف لو رجعنا تاني وخدنا الكود ده كنترول ايه كنترول سي وعملنا سبميت للكود تمام. المشكله برضو ان ده فيرجن 17 طب خليه فيرجن 20 ممكن الفيرجنز هي اللي ايه؟ اللي مش تمام. نعمل ريلود كده رونج انسر عدت قصدي تيست واحد عدت بس اتنين ما عدتش. طب لو خدنا دي اهي كنترول سي وعملنا ران قال لنا الاتنين تمام كده في مشكله عندنا. تعالوا كده نشوف المشكله بسبب ايه.
احنا عندنا اهو الكاونتر بيرجع بزيرو من تاني النم سي النم تمام هنا زيرو اقل من او تساوي الرينج تمام هنا نم دوت فايند اظن مفيش اي مشكله عندنا لو جينا هنا هو هنا حسبها 2 اذا في هنا بقى عندنا مشكله في الكود مشكله في الكود تعال نشوف المشكله في ايه لكن حته يا جماعه انه كانش راضي يقبل خليها فيرجن 20 عشان ممكن فيرجن 17 ما تكونش متعرفه على مثلا الفانكشن بتاعت الايه السترنج ديت فخليها فيرجن 20 دي اختلاف فيرجنز مش اكتر تمام تعالوا بقى نشوف المشكله عندنا هنا بسبب ايه جميل احنا هنا ممكن نعمل حركه بسيطه جدا اللي هي بص معايا لو رحنا احنا المساله هتلاقيه بيقول لك ان الكي اللي هو الرينج بتاعك اخره كام اخره من اول 0 لغايه 9 هقول لك تمام حلو قوي هنا متغير سترينج اسمه ماي رينج ايكوال واحط فيه من 0 ل 9 فمشكله ما فيهاش مشكله ولما اجي اعمل فايند يعني النم بتاعي ده لما اجي اعمل منه فايند هو كده حي ايه هيمشي على الرينج بتاعي صح اللي هو من 0 لغايه 6 مع ايه مع ده يعني خلي بالك بص الرينج ده بيمشي بيبدا من 0 لغايه الرينج اللي هو مديهولك يعني الرينج لو ادالك 6 هيمشي من 0 لغايه 6 ولو رحنا هنا برضو همشي من اول من 0 لغايه 6 فانا حاجه هنا اقول له ايه بدل الزد ديت هقول له لا هقول له ماي رينج دوت سب اس تي ار دي حاجه اسمها سب سترينج هتقول له ابدا من اول اندكس 0 اللي هي الزد وخد ايه اتشار واحد معناها ايه ديت بص معايا مش الماي رينج ديت احنا اول حاجه نبدا بالايه بالزد بزيرو تمام فانا هروح على النم بتاعي اشوف هل في موجود ماي رينج اللي هو ده دوت سب اس تي ار سب سترينج يعني ايه سب سترينج هات حته من السترينج تمام بديله الاندكس اللي هيبدا من عنده الاندكس بكام بزيرو يبقى اذا هيبدا من اول اندكس زيرو تمام عاوز كام اتشار عاوز حرف واحد فانا هاخد اول حرف اللي هو الزيرو فهيتشك ايه ديت هترجع لي زيرو فيتشك في النم ده هل في زيرو ولا لا لو في هيزود الكاونتر بلس بلس يرجع تاني الزد تبقى بكام الزد تبقى بكام تبقى بواحد فما يروح يجيب الصب هيبدا من اندكس واحد اللي هو ده ويمشي مره واحده فياخد الواحد فيتشك على ايه؟ عادة اللي هو الواحد وهكذا لغايه ما يوصل لاخر الرينج بتاعه اللي هو 6 فيقف لغايه ايه؟ 6 تمام؟ وبلاش حركه ايه بلس ايه الكونكاتينيشن اللي حكينا عليها عشان ايه؟ الموضوع ممكن يكون فيه مشكله. نعمل سبميت اس كنترول في ونعمل سبميت نعمل ريلود اكسبت ده اهي ما فيش اي مشكله وكله تمام 10 على 10 اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الان تحت في الديسكريبشن وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.